غادي نقدم لكم اليوم ان شاء الله واحد الوصفه ديال حب رشاد. حب رشاد فيه الفوائد بزاف للصحه، المراه اللي كسر الضع كيدير الحليب، وصالح لصحاب السكر، وصالح لصحاب لا طونسيون اللي كتطلع ليهم. غادي تهز معلقه صغيره وديرها في كاس ديال الماء، كاس الماء دافي، وتخليها تبات ترطاب، والصباح تشربها على الريق هذا في الماء. واللي بغى عاوتاني يديروه في الحليب، كاين اللي ما كيشربش الحليب ولا قاطعوا عليه الطبيب، وكل واحد وكيفاش الظروف ديالو، غادي ديروه غير في الماء. واللي بغى يديروه في الحليب راه يمكن له يديروه في الحليب. المرأة الحاملة تقدر ديرو في الحليب، تقدر ديرو في تيشة ديال الزرع، تقدر ديرو في حريرة، يعني هو مزيان مع السوائل يعني باش يديرها الحليب. ونتمناو الشفاء بجهد الله العالي.